يقول له رب العالمين اللي يعمل ربي اخواني يخليهم ربي. قال لي سنوات ما دخلش دارنا العم، سنوات ما دخلش دارنا الخال، العم والعمة والخال والخال، سنوات وكيف نحن محروم من ذوي الأرحام. إلى الشيخ والله الآن هو في حال الظاهر ورجل فايت قريب 40 سنة 40 سنة الظاهر رجعه ماجدين لبس فيه. قال الشيخ والله العظيم نتمنى باطن الأرض على ظهر الأرض، نتمنى الموت على هذا الحال. قال الشيعة بلي عندي كذا وكذا عم وخال وذوي الأرحام، لكن قال لي واحد ما يجينا ومحرم علينا روح أي إنسان. كي شفت كلامه لقيته بيتكلم في أمام ظاهرة عمت عمت يعني ذوي الأرحام وسيق الأرحام مثلاً قليلة نادرة نادرة تلقى إنسان يوصل الأرحام نتاعه. يا الشيخ واش دخل ذوي الأرحام بالكلام؟ نعم لازم تكلموا على ذوي الأرحام. يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإذا كان أنا وفقني رب سبحانه بالصحبة الصالحة أو بالعلم النافع أو بحكم والدي قاريين ورباني والدي تنصلي وفقني رب سبحانه نزكي وفقني رب سبحانه نصوم وفقني رب سبحانه نحفظ كلام الله ودرت حجة وعمرة وما زال ذوي الأرحام دائما ما نعرفهمش أو قاطع ذوي الأرحام وما زال عزيز ويمشي مطمئن القلب ما زال يمشي مطمئن القلب وأنا متيقن على يقين إنه عندي عام سنوات ما دخلتش الدار نتاعو وحياتي كامل من نهار وجدت في الأرض على نهار جيت في الوجود ما شفتش عم ولا خال دخل عندي وعمري ما دخلت الدار نتاعو. الكارثة يا خوتنا ظاهرة خطيرة. لما؟ بكل بساطة أيها الأحباب قدم الأعمال إذا شئت، فالله عز وجل يقولها صراحة لما خلق الخلق قامت الرحم قامت الرحم فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه فقال الله عز وجل قالت هذا مقام العهد بك والمستجير للخطيعة. فقال الله عز وجل للرحم يا عبد الله يا ناس ما نشاوش الرحم تاعنا. نعم نجيو شويه ما نقدرش نسال الناس مبتلات لكن كاين حقائق اللي بها تفتح الابواب التوفيق رضا الله وحب الله. وانا نجيب الاعمال نتاعي ومني على الله ونتنزع على ربي سبحانه ندير الاعمال الصالحه في الحين كان ذنب يقولها الله عز وجل بكل صراحه للملأ اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك اما ترضين أنه من وصل ليوصلك ونقطع لقطعك شكون هذا قاضي الرحم شكون اللي من معنا يتكلم مع الصلة الشجنة الدم يتكلم مع الدم. لذلك أيها الإخوة يقول صلى الله عليه وسلم في حديث جميل إن الله يوصيكم بأمهاتكم. نعم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بآبائكم إن الله يوصيكم بالأقرب والأقرب. يمكن إنسان لموجود في مكان ما يعيش وحيد، أما الإنسان بناكل ويعيش وحيد ويقطع على الأرحام ويطمع في الجنة أقول لك تذكر يا عبد الله أنك مغرور ماكش الحقيقة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل قال الله عز وجل أنا الرحمن. نعم أنا الرحمن نرحم الناس ورحمتي سبقت غضبي نرحم ورحمتي وسعت كل شيء وأنا خلقت الرحيم خلقت الرحيم واشتققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ليوصل الدم نتاعو وصل الدم نتاعك الآن جيت للصوم تنشط أو تخرج مثل بدون زكاة أو جيت تبني مسجد بمليار أو دير بير 500 مليون أو تروح دير حجة بالسخانة والحرارة ودير حجة وأنت بعد تبني بابا أعمام أخوات ذوي الأرحام نتاعك قاطع ذوي الأرحام نتاعك وتعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضي على ربه ماذا؟ وعزتي وجلالي ماذا؟ من وصلتي وصلته و...
ومن قطع عليك قطع كلمه. كي تروح المكان من تروح؟ تروح لربي. وكي تروح المسجد من تروح؟ تروح لربي. وكي تزكي من تزكي؟ لربي. هذا اللي راح تقدمه هذه الاعمال الصالحه ياخذها يا عبد الله تولها الى هذا الذنب. الى هذا الذنب. لذلك حديث جميل في خطبه حجه الوداع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام عجيب. وقلنا هذا الكلام ولازم نذكره دائما. هناك بعض من الذنوب تجعل صاحبها محرما على الجنه. تجعل صاحبه محرما على الجنه. الا انه ماذا؟ مغرور بالاعمال الاخرى. فالشيطان عليه لعنه الله ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ يزيد يحفز الاعمال الصالحه الاخرى. المهم ان تبشر ذلك الذنب فقط. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الناس ان الشيطان قد يئس المعبد في بلدكم هذا. نعم. من محل جزيرة العرب، من محل مكة، يصنع فيها هبل، يصنع فيها صرم، فيشرك بالله عز وجل بعدما فتحت. إن الشيطان قد يئس المعبد في بلدكم هذا.